على تويتر هنأت جمعية الإرشاد السياحي في السعودية المرشدات مريم الحربي وعبير النجار وشهد السفياني لحصولهن على رخص إرشاد سياحي. وكانت عبير النجار قد نشرت صورة للرخصة على حسابها في تويتر لتتلقى عددا كبير من التهاني لانضمامها رسميا إلى مجال احتكره الرجال في السعودية لسنوات طويلة. مسجد بني حنين من المعالم والآثار النبوية في المدينة المنورة. يقع هذا المسجد بجوار مسجد قباء، وقد صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع عندما كان يزور شابا من الأنصار اسمه طلحة ابن البراء رضي الله عنه. كان طلحة يحب الرسول حبا شديدا، رغم صغر سنه هذا الصحابي الجليل إلا أنه كان متفانيا بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندما صلى الرسول في هذا الموقع اتخذه بعد ذلك بني أنيف مكان للصلاة فيه وكانوا يحافظون عليه. ولتفاصيل أكثر عن دور المرأة السعودية في مجال الإرشاد السياحي وكيفية الحصول على الرخصة تنضم إلينا من المدينة المنورة المرشدة السياحية عبير النجار. أهلا بك معنا ومبارك لك هذه الرخصة، كيف حصلت عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا ومساء الخير على جميع المشاهدين، أنا سعيدة بتواصلي معاكم وشكرا لكم على تواصلكم معايا. فضل الله عز وجل إني حصلت على الرخصة وكنت من أوائل السيدات اللي بالمملكة حصلوا عليها. طبعا بعد السماح لنا بمداولة هذه المهنة، وهنا أشيد بجهود جمعية المرشدين السياحيين في هذا المجهود وعلى رأسهم الأستاذ سطام البلوي رئيس مجلس الإدارة. كان بداية اهتماماتي طبعا من تخصص التاريخ، بدأت بالبحث عن مهنة الإرشاد، حتى بفضل الله عز وجل كانت المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية، بدأت دورات نظرية عن المعالم التاريخية بالمدينة من مركز دراسات وبحوث المدينة وبإشراف دارة الملك عبدالعزيز. طبعا الحمد لله أخذنا عدة دورات مكثفة على معرضين كانوا في ذلك الوقت، معرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرض مأرز الإيمان، وتم الشرح أمام الأميرة سمو الأميرة عادلة بنت عبد الله وسمو الأميرة فهدة بنت سعود. طبعا شرحنا قدامهم المعرضين، الحمد لله شيدوا بجهودنا وشجعونا وأعطونا حماس أنا وبعض البنات. من هنا بدأت متابعتي لموقع هيئة السياحة والتراث الوطني على تاريخ المملكة وعلى حضارات المملكة وعلى التراث. الحمد لله يعني الموضوع مش وليد سنة أو سنتين، الموضوع وليد سنين الحمد لله. تواصلنا مع الجمعية طبعا المرشدين السياحيين عشان يوجهونا التوجيه الصحيح كيف نقدم، لأنه هذاك الوقت ما كان في سيدات. سبحان الله سمحوا لنا كانت في دورة قام فيها مركز تكامل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أخذنا الدورة هذه الحمد لله. طبعا وبعد كده بدأنا التسجيل الإجراءات، التسجيل في موقع هيئة السياحة أول حاجة، التسجيل في موقع هيئة السياحة والتراث الوطني. وبعد كده طبعا أخذنا الدورة، الدورة مش دورة نظرية فقط، إنما كانت دورة نظرية وتطبيقية وفيها اجتياز، يعني يا اجتزت يا ما اجتزت، وحعيد الدورة طبعا في قدر الله في حالة لم اجتاز. بعد كده الحمد لله كمل الإجراءات، طبعا في طلبات وفي شروط، عندك مثلا الإفادة الأمنية لازم تيجي، عندك مثلا عند زي ما قلت لازم حصول على دورة المرشدين، لازم دورة إسعافات أولية، بالإضافة لكده إنه بعد كده اختبار قياس، وهو طبعا المرحلة اللي فعلا جدا جدا صعبة. اختبار إيش؟ عفوا، درجة النجاح عالية. الاختبار طبعا لازم يكون واحد حاصل على معلومات كافية عن المملكة وعن التاريخ وعن الحضارة وعن التراث، والحمد لله. وبعد كده مشينا في الموضوع. يعني ما شاء الله عليك عبير، حكيك وكلامك واسترسالك رائع، يعني فعلا انت مرشدة بالفطرة، فهل انت كنت من صغرك عندك هذه المحبة لشرح التفاصيل، ولا بس كان مجال متاح قدامك كون انه اهل المدينة اصلا كلهم يحبوا انهم يخدموا الاخرين ويرشدوهم؟ الله يجزاك خير ويسعدك. طبعا عندي أمي حبيبتي الله يحفظها ويطول بعمرها، هي أول إنسانة قالت لي عبير الإرشاد الإرشاد، وكانت دائما معانا بحسن على هذا الموضوع. فطبعا بفضل الله طبعا منذ الصغر إحنا في هذا المجال، ومع الوالد الله يرحمه ويغفر له كنا نروح على سيدنا حمزة، كنا نروح على مساجد السبعة، كان يحكينا، بس طبعا سبحان الله كنا صغار. طب والآن أنت شغلك عبير مخصص للنساء فقط، ولا ممكن عوائل وجروب رجال؟ إيش هو طريقة إرشادك ومهنتك؟ طبعا عندي الأولوية للسيدات، هذه أهم نقطة عندي، للسيدات للطالبات لأي طبعا عنصر النساء هو الأولوية ليهم. بعد كده عندي العوائل، مثلا رجل وأخواته، مثلا زوج وزوجته، ما عندي يعني إنه خلاص إنه موجود معايا محرم، يعني سواء للرجل أو مع المرأة.
وغير كذا انه كمان الفئه اللي انا بستهدفها ذوي الاحتياجات الخاصه اصحاب الهمم العاليه. جميل، نتمنى لك التوفيق. بكل تاكيد عبير النجار المرشده السياحيه السعوديه من المدينه المنوره.